يبني جدار الفصل على أرضك وبجانب بيتك، ثم يأمرك بهدمه لأنه ملاصق للجدار. ماذا تعرفون عن المنطق؟ جيش الاحتلال يوزع أوامر هدم جماعية ل16 بناية سكنية في حي وادي الحمص في سور باهر، بذريعة قرب المنازل من الجدار الفاصل بين القدس والضفة الغربية. قرارات الهدم أيدتها محكمة الاحتلال العليا ومنعت الفلسطينيين من استخدام أراضيهم على بعد 250 مترا من الجدار. الاحتلال يسعى لتفريغ المنطقة حتى يستطيع ملاحقة الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يحاولون تسلق السلك الشائك ودخول القدس. البنايات المستهدفة بها 120 شقة سكنية، على الرغم من وقوعها داخل القدس فإن بلدية الاحتلال لا تعترف بها ولا تنال أي خدمات بلدية. الهدم يتغول وصمود المقدسيين مستمر.